المكونات اللي عندي النهارده حاجات بسيطه، وزي ما اقول لكم الفكره ان احنا هنعمل بانيه من غير بقسماط. عندي شويه من الفراخ متقطعه ستريبس زي ما انتم شايفين، وهنقطع واحده مع بعضنا. عندي هنا توابل الفراخ، ممكن نستعمل اي توابل احنا بنحبها. عندي شويه من الثوم المفروم، عندي هنا نشا، وعندي بيض مقسوم، ده الصفار وده البياض، ودي التركه كلها. وعندي شويه خس للتقديم، وفي الاخر هنقدمه مع رامكن مثلا من السويت شيلي. خلاص، طيب بسرعه كده خليه بس اوريكم تقطيعه الفراخ. انا واخد الصدر واخده مره بالعرض، فمرفعه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هناخدها ستريبس، نتكلم في عرض تقريبا الصباع ده اهو، وهو ده اللي بنقيس عليه. خلاص اهو، حلوه. طيب نجيب الصفار بتاعي اهو، هنزل بيه توابل الفراخ، سنه صغيره من الملح عشان توابل الفراخ بيبقى فيها ملح، فلفل اسود والثوم. وهميكس بقى الفراخ بتاعتي دي كويس قوي بالشكل ده، وبعد كده هاخد النشا هنزله اهو، وهنديها تقليبه كمان اهو. هقعد اقلب كده لحد ما بقى خلاص مش شايف حتت ناشفه من النشا على حته الفراخ، فتبقى الستريب عندي بالشكل ده اهو. هنلاقي عندنا ايه، شويه حتت كده من النشا متجمعه ولازقه على الفراخ بتاعتنا من بره. خلاص، وهنسيب دي كده على جنب، ونبتدي نجهز في المرنج بتاعنا. مضرب كهرباء، وهجيب البياض بتاعي اهو، هنضربه لحد ما يديني القوام بتاع المرنج اللي احنا عارفينه. خلاص وصلت اهو القوام بتاع المرنج. هقرب بس الفراخ بتاعتي، وزي ما قلت لكم هقدمه مع سويت اند ساور، ممكن اقدمه مع اي صوص احنا بنحبه. الرانش برضو دريسنج بيبقى فكره لطيفه قوي، او الرانش صوص انا اسف، بيبقى فكره لطيفه قوي مع الفراخ وهي معموله كده. خلاص هنعمل بس ايه بالخاص ده كده بيدنج كده زي ما بنقول اهو. هجيب ريمكن السويت شيلي بتاعتنا، هبتدي اخد حتت الستريبس بتاعتي وهنزلها في الميرنج اهو بالشكل ده. اختراع بقى انتوا مش متخيلين يعني. ادي ايه واحده كمان، وننزل دول، وبعد كده ايه ننزل التانية. خلاص على طول امسكها اهو، هاخد الستريبس بتاعتي وهنزل في الزيت بالشكل ده. بصوا على الشكل اللي ابتدى يتكون عليها من بره في الطاسه، نص على ما دول يخلصوا هنقل بقيه الحتت بتاعتي اهي.